أضخم بطارية مائية في العالم، حجمها يفوق حجم برج بيزا المائل وتولد طاقة هائلة. حل سويسري أمثل لأزمة الطاقة والمناخ وشهد عيان على سخاء الطبيعة السويسرية الذي لا حدود له. مشروع هائل داخل حفرة تغوص مئات الأمتار تحت الأرض. فتعالوا لنعرفكم على أضخم بطارية مائية في العالم وكيف استطاعت بحيرة أن تنتج طاقة تكفي سويسرا كلها وتزيد. وهل حقا يوجد 600 ألف موقع حول العالم لإقامة مشاريع مشابهة لها؟ لننطلق. لكن لا تنسوا أصدقائنا دائما الاشتراك وتفعيل زر الجرس. أضخم بطارية مائية في العالم. تعرف الطاقة الريحية أنها الأكثر شهرة لتوليد الطاقة النظيفة، حيث يعرف عنها أنها الأفضل للبيئة في ظل أزمة الطاقة والمناخ العالميين والحاجة إلى التقليل من انبعاثات الوقود الأحفوري. لكن لهذه الطريقة الشائعة مساوئها أيضا، التي أهمها أنها غير مستقرة نظرا لاعتمادها على حركة الهواء، ما جعل دول العالم تبحث عن طرق طاقة أخرى متجددة ونظيفة ومستقرة. ومن أفضل هذه الطرق حتى اليوم توليد الطاقة من تدفق المياه التي استخدمت في مشاريع متعددة حول العالم، لكن أهمها يتركز في المناطق النائية والمرتفعة في سويسرا، تحديدا منطقة فينهو السويسرية بين جبال الألب في كانتون فالي، حيث تتربع بحيرة فيو إيموسون، وهي عبارة عن بحيرة صناعية تم إنشاؤها منذ عام 1955 لتحتضن بعد ذلك أضخم بطارية مائية في العالم. منشأة ضخمة. من على ارتفاع 2225 مترا فوق مستوى سطح البحر، يمكن رؤية البحيرة تتوسط المحطة التي تبدو أضخم من برج بيزا المائل، في واحدة من أكبر مشاريع البنية التحتية في سويسرا منذ مطلع الألفية الثالثة. وقد تم حفر 18 كيلومترا من الأنفاق في جبال الألب لإنجازه، واستخدمت مئات المركبات الثقيلة التي عبرت النفق الرئيس لتنقل المعدات والمستلزمات والصمامات التي تصل أوزانها لأكثر من 100 طن. واليوم إذا ما عبرنا الجبل من جهة سد فيو إيموسون، نسير بضعة كيلومترات في نفق مظلم ورطب لنجد في نهايته غرفة المحركات ويعلوه 600 متر من الصخور. نفق ضخم جدا وعجيب يتسع لوضع برج بيزا المائل. نصل في نهايته إلى غرفة المحرك الرئيس، القلب النابض للمصنع الضخم، حيث تقبع إحدى أقوى بطاريات المياه الكهربائية في العالم. وتستخدم المحطة حوضين، علوي في اتجاه المنبع وسفلي في اتجاه المصب، إذ يتم تصريف المياه المتجمعة في بحيرة فيو إيموسون إلى الأسفل لتوليد الكهرباء خلال ساعات الذروة. ومن الحوض السفلي، أي من بحيرة إيموسون الواقعة على عمق حوالي 300 متر، يتم ضخ المياه إلى الأعلى باتجاه المنبع لتعود وتتجمع مرة أخرى حين يكون هناك فائض من الطاقة المنتجة. بشكل عام هي بطارية صديقة للبيئة، تستخدم المياه نفسها دائما بإنتاجية عالية، ففي مقابل كل كيلووات ساعي من الكهرباء تضخ 0.8 كيلووات في الشبكة. ونظرا لنجاح المشروع، قرر المسؤولون بين عامي 2012 و2016 زيادة ارتفاع سد فيو إيموسون حوالي 20 مترا، وذلك لرفع سعة البحيرة وبالتالي تخزين المزيد من الطاقة. ويصل عدد العاملين في هذا المكان العجيب إلى 500 شخص. ورغم خطورة المكان وموقعه، فإنه لم يشهد حتى اليوم وقوع حوادث خطيرة أو وفيات منذ بدأ العمل فيه قبل 12 عاما. آلية عمل فريدة. تعادل سعة التخزين الكهربائية للبحيرة أكثر من سعة 400 ألف بطارية سيارة كهربائية، وتتضمن محطات لتوليد الطاقة، منها محطة ناندو درانس التي تولد طاقة تبلغ 900 ميجاوات، وتعد من أقوى محطات توليد الطاقة الكهربائية في أوروبا كلها.
وتحتوي المحطة 6 مضخات توربينية فريدة من نوعها في العالم، سواء من ناحية حجمها أو تقنياتها، إذ يمكنها خلال أقل من 10 دقائق عكس اتجاه دوران التوربين والانتقال من إنتاج الكهرباء إلى تخزينها. وهذه مرونة فريدة من نوعها، وهي ضرورية لسرعة الاستجابة لاحتياجات شبكة الكهرباء، وذلك لإحداث توازن بين إنتاج الطاقة الكهربائية واستهلاكها، مما يضمن إمداد الكهرباء واستقرار الشبكة. والعجيب في هذه البطارية أنها تفوق بكثير احتياجات سويسرا، ويمكنها أن تلعب دورا في استقرار شبكة الطاقة الكهربائية على المستوى الأوروبي كله. إلهام لمشاريع أخرى حول العالم. بعد النجاح الهائل للمشروع، أجرى الخبراء إحصائية حول إمكانية عمل محطات مماثلة حول العالم تقوم على توليد الطاقة التي تعمل بالضخ والتوربينات وتخزين المزيد من الكهرباء الخضراء من أجل إعادة ضخها لاحقا. ومع أن هذه المحطة تكفي سويسرا ويمكن أن تساهم في إنتاج الكهرباء لأوروبا، إلا أن البحث عن مشاريع أخرى يراه الخبراء ضرورة ملحة. وقد أحصت الدراسات 616 ألف موقع حول العالم يمكن فيها بناء محطات ضخ المياه داخل حلقة مغلقة بحوضين، تماما مثل المشروع السويسري القائم حاليا. وإذا ما نفذ 1% منها فقط، ستحل المشاكل المرتبطة بالطاقة المتقطعة. تساعد طبيعة سويسرا وتضاريسها الغنية بفضل ما لديها من جبال وما يتساقط فيها من أمطار في إتاحة ظروف نموذجية لاستغلال قوة تدفق المياه عبر أحواض التجميع، إذ تضم سويسرا نحو 200 حوض تتجمع فيها مياه الأمطار والثلوج الذائبة، تنتج أكثر من 30% من الطاقة الكهربائية المستهلكة في البلاد. ورغم كل الجهود والإنجازات لمحطة ناندو درانس السويسرية المملوكة لشركة تقودها شركة إنتاج الطاقة الكهربائية ألبيك وشركة السكك الحديدية الفيدرالية السويسرية، إلا أنها بالكاد تغطي نفقاتها. والقائمون على تشغيل محطة ناندو درانس يأملون في أنه حين سيتم تشغيل المحطة بكامل طاقتها للإنتاج التجاري، وذلك في صيف عام 2022، ستصبح مشروعا مربحا جدا وليس خدميا فقط، في سعي لأن تحل المشاريع كهذه والتي تعتمد على الطاقة المتجددة النظيفة مكان محطات الطاقة النووية التي يجب أن تغلق نهائيا عما قريب. فما رأيك بهذا المشروع السويسري الضخم؟ وهل لديك في بلادك مشاريع مماثلة؟ أخبرنا عنها في التعليقات.